ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة اللغة العربية امتحانات نصف السنة. عندنا هنا السؤال الأول القواعد، الإجابة عن 5 أفرع ولكل فرع 3 درجات. قال تعالى: وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول: ما نوع ما الواردة 3 مرات في الآية القرآنية؟ شوفوا، أول وحدة وما هم بمؤمنين، الثانية وما يخدعون وما يشعرون. الجواب: ما الأولى ما حجازية، ما هم بمؤمنين عامل عمل ليس، وما يخدعون ما يخدعون، ما الثانية نافية غير عاملة، وما يشعرون ما الثالثة نافية أيضا غير عاملة. نجي على فرع باء. قال الشاعر: كم جحفل مثل الضباب هزمته بمهند ماضي ورمح أسمر. ما نوع كم في البيت شعر وكيف توجه إعرابها ذاكرا السبب؟ كم جحفل هنا، كم جحفل، كم هنا خبرية تسأل عن الخبر، إعرابها خبرية، إعرابها اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ليش كم جحفل؟ لأن تلاها اسم فعل متعدي استوفى مفعوله، تلاها فعل متعدي استوفى مفعوله. زين، كم جحفل مثل الضباب هزمته، هذا هزم، كم هزمته، شوفوا هزمته، هزم فعل والهاء مفعول به فصار متعدي مفعوله. زين، قال المتنبي: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، أن الليث يبتسم، أنفي ما تحته خط بأداة نفي مناسبة محافظا على معنى الجملة. أجي هنا: ليس الليث بمبتسم، ما الليث بمبتسم، يعني يا أما أخلي ما الحجازية يا أما أخلي ليس. ليش؟ لأن إن الليث مبتسم لأرجع عليها الكلمة العبارة إن الليث مبتسم، يعني اسم جملة اسمية، فأحتاج أنه أجيب يا أما ما الحجازية يا أما ليس لتنفي الخبر والمبتدأ. قال الشاعر: ألم ترى، ألم ترى الملك الأمي حين مضى، هل نال حي من الدنيا كما نال؟ استبدل بلم أداة نفي مناسبة محافظا على معنى الجملة ثم بين لماذا يتعذر. خلينا نشوف وين لم هي. ألم ترى أنفيها بأداة نفي مناسبة. هنا من أريد أنفيها أعزائي الطلبة، انتبه باعوا أقول والله ما رأى، يعني هنا أنا إذا أجيب ألم أرى، ألم الكلمة البيت الشعري هو شنو كان؟ ألم ترى، أقول والله ما رأى. ليش لا يجوز استبدال هل بالهمزة لدخول الهمزة على الكلام المنفي، وهذا لا يجوز مع هل، لا يجوز مع هل. أجي على العبارة اللي وراها، يقول ثم بين لماذا يتعذر استبدال هل بالهمزه في الشطر الاول من البيت. قلنا ما يصير تستبدل هل، بس هنا أنا استبدل لم اداه نفي، اقول والله ما راى مناسبه محافظا على معنى الجمله. قال تعالى: قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ما نوع الاداه في ما اسالكم، وهل يمكن استعمال الان معها في غير الايه ولماذا؟ هنا عندنا ما نافية غير عاملة، لا يمكن استعمال الآن لأن ما تنفي الحال بدون قرينة، تنفي الحال بدون قرينة. أجي على واو. قال الشاعر: وغير التصاب للكبير تعلة وغير الغواني للبياض صحاب. ما نوع النفي في البيت الشعري وكيف توجه إعراب غير في الشطر الأول من البيت وأين تجد من فيها؟ نجي هنا، نوع النفي هو ظاهر صريح غير مبتدأ إعرابه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. شو أقول؟ التصابي، وأين تجد من فيها؟ من فيها هو التصابي. السؤال الثاني:
قال الشاعر: فما كان من حط الرحال محقا، ولا كل من شد الرحال بكاسب. دل على معملي ما مؤكدا نفيها. كل اسم ما ومحقا خبرها، ما كل من حط الرحال بمحق. زين، هاي نأكدها، نخلي باء الزائدة ونأكدها. أجب عن أولا أو ثانيا. قال المأمون: أفتحبس أصحابي ولي بهم حاجة. ماذا نسمي الاستفهام في النص، وبما اختصت الهمزة، وكيف تقول لو كانت الأداة هل؟ هنا أنا استفهام تصديقي اختصت بمجيئها قبل حرف العطف، لذلك لها صدارة في الكلام. فهل تحبس؟ عندي ثانيا: قال الشاعر: إن كنت لست معي فالذكر منك معي، يراك قلبي إذا غيبت عن بصري. هنا ندل على خبر ليس مبينا نوعه، ثم استبدل بليس ما. الجملة هذه هنا هي عندنا ثانيا، هي أم المعادلة حرف عطف. دقيقة، قال الشاعر ثانيا: زين، أم المعادلة حرف ثانيا هنا، الخبر هو معي، نوعه شبه جملة، ما أنت معي. الخبر هو معي، شوفوا الخبر هنا هو معي، إن كنت لست معي، لست تاء اسمها، فمعي خبرها. قال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ما نوع الاستفهام في الآية، وكيف توجه إعرابه؟ ماذا نسمي أم الواردة في الآية، وكيف توجه إعرابها؟ هنا عدنا أم هي أم المعادلة حرف عطف. الاستفهام هو شيء تصوري، الهمزة حرف استفهام مبني لا محل له من الإعراب، وأم هنا هي أم المعادلة حرف عطف. نجي على السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: أجب عن خمسة أفرع، لكل فرع درجتان. قال الشاعر: من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام. أعرض اسم الاستفهام الوارد في البيت الشعري ذاكرا السبب. الاسم الاستفهام الوارد في البيت الشعري اللي هو أين، اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر، من أين بحرف الجر، لأنه سبق بحرف الجر من. أجي على فرع باء. فرع باء يقول: قال الشاعر: فلات ساعة عتب يا أحبتنا، وليتكم لم تغيبوا عن ماضينا. قدر المحذوف في الجملة ثم استبدل بلات بليس. هنا دائما احنا قايلين لكم انه المحذوف هو اسم لات وتقديره الساعة، ليست الساعة ساعة عتب. زين، ليست، اذا اجيب ليس اقول ليست الساعة ساعة عتب، تقديره هنا لات. الاسم مالتها دائما تقديره الساعة. فرع جيم قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قدر المحذوف في الجملة ثم بين ما الغرض من اللام في قوله تعالى ليعذبهم. المحذوف خبر كان تقديره مريدا، الغرض من اللام هو للتوكيد، الغرض من اللام هو للتوكيد. هذا بالنسبة للدال. قيل للمبرد: أيها الشيخ، ما الشاة المستمة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عن أكلها، عن أكل لحمها؟ فقال: هي الشاة القليلة اللبن. هي الشاة القليلة اللبن. أعرف ما الواردة في النص ثم أنفي ما تحته خط بفعل يفيد النفي. أجي هنا أنا آني: ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم. ليش مبتدأ أو خبر مقدم؟ لو نرجع على الكلمة: هي الشاة القليلة اللبن، فقال: ما الشاة؟ أعرض ما الشاة، لأن بيها معرفة بأن. زين، من ذا يعير؟
الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول لا عفوا، اعرب ما في الواردة في النص ثم انفي ما تحته خط بفعل يفيد النفي. نقول ليست الشات، ليست الشات، فقط نقول ليست، لان ما طول جملة نقول ليست يعني جملة اسمية. قال الشاعر الهاء، قال من ذا يعيرك، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. إذا علمت أن من ذا في البيت الشعري يعرب مبتدأ، فبتغيير مناسب اجعله يعرب مفعول به. فقط أنه أجيب الكاف من ذا، العفو، من ذا يعيره، يصير من ذا يعيره الجملة، بس أجيب وش قايل من ذا يعيرك، أشيل الكاف من أنا على مودين عرب مفعول به، أقول من ذا يعيره. زين، الواو أنتوا دائما خلوها بالكم، الكاف والهاء إذا اتصلت بالأفعال تنعرب مفعول به. واو، نقول أي دورة دار السفينة الفضاء حول الأرض، ما المعنى الذي أفادته أي في الجملة، ثم استبدل باسم آخر يشابهها في المعنى. أفادت أي على الحدث كم دورة دارت. هاي أعزائي الطلبة بالنسبة لأسئلة الحل، أسئلة القواعد. بالنسبة للأسئلة الأدب والنصوص، يعني بس راح أقرأ لكم إياها. شاعر مصري أتقن اللغة الفرنسية وكانت له صلة بالتراث العربي القديم، من هو وما عنوان قصيدته؟ أكتب له ثلاثة أبيات مضبوطة بالشكل. فرع باء، أجب عن أولا أو ثانيا، بمن تتميز شعر مدرسة الأحياء ومن أبرز روادها في مصر؟ ثانيا، يعني بما توحي إليك لفظة البعث والحياة؟ هاي ثم بين كيف ظهروا. جيم، تعد مدرسة المهجر تمثيلا أمينا لمبادئ النزعة الرومانسية، وضح ذلك، ما المقصود بالشعر الحر؟ السؤال الخامس، علل الاثنين فقط ظهور الموشحات في القصور العباسية والأندلسية. تعد قصيدة آمنت بالحسين من أروع ما قيل في الإمام الحسين. سار الشاعر علي الشرقي على نمط شعر عصره. رد اثنين من المفردات الآتية إلى أبياتها، قراع، العطف، المروج. جيم، أجب عن أولا أو ثانيا، تكلم عن الموضوعات الشعرية لحافظ إبراهيم، اذكر أهم الخصائص الفنية لمدرسة المهجر. الإنشاء، قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال الشاعر، وطني عزيز فيه كل محبة تعلو وتسمو فوق كل سوادي. هذا الشعر عن الوطن، والإنشاء عفوا عن الوطن، وإنشاء عن الوالدين. هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود. إذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.